واصلت السلطات المصرية إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان الكريم. وتنوعت هذه المساعدات بين مواد بترولية وغذائية وطبية وأدوية للمستشفيات لسد العجز في هذا القطاع من هذه المواد المختلفة، وفي إطار حرص مصر على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما استمرت المستشفيات المصرية في استقبال مصابي الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.